الكرام، ينضم إلينا مباشرة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي البديري. مرحبا بك في هذا اللقاء الموسع. بداية أستاذ علي، حدثنا عن آخر ما توصلت إليه الكتل السياسية بشأن التغيير الوزاري ودراسة أسماء المرشحين لشغل المناصب في الكابينة الوزارية الجديدة. تحية طيبة لمشاهدي ولقناة الديار الفضائية. صراحة هناك عملية استخدام عملية الضغط من قبل زعماء الكتل السياسية. نعم. والغرض من هذا الضغط هو إدخال هذه الكتل وزعماء الكتل بالاختيار الكابينة الوزارية. نعم. والرجوع إلى المربع الأول. وأنا من خلال هذه القناة المباركة أقول لرئيس الوزراء ولهيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي، نعم، هناك أسماء تم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء، فعلى هيئة الرئاسة أن تعرض هذه الأسماء على مجلس النواب العراقي لغرض التصويت، والوزير الذي لم يحظى بتأييد مجلس النواب العراقي ولن يحظى على العدد الكافي الأصوات الذي تؤهله لقيادة الوزارة، نعم، على رئيس الوزراء أن يحضر البديل والبديل الثاني والثالث والرابع حتى يتم اختيار هذا الوزير. نعم. الآن أغلب الكتل السياسية تتحجج وتقول بأن أغلب المرشحين للكابينة الوزارية، نعم، ضمن الـ 16 وزير عليهم ملاحظات. ملاحظات مثبتة. أوكي، ما عندنا مشكلة. يعرض هذا الاسم وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية، نعم، يرد ويتم استبداله من قبل رئيس الوزراء وليس من قبل الكتلة التي كانت تمتلك وزيرا يقود وزارة، نعم، والآن تضغط وتقول لرئيس الوزراء دعنا نحن نختار ونقدم الوزير حتى يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. نعم. نقول لكل زعماء الكتل السياسية ولرئيس الوزراء بأن الشعب العراقي واعي، نعم، جدا، ولم يرضى بالرجوع إلى المربع الأول بعناوين مختلفة. علينا أن نمضي بعملية الإصلاحات، لكن هذه الإصلاحات يجب أن لا تكون إصلاحات مفروضة. الوزير الذي يكون غير مؤهل مجلس النواب لن يصوت عليه، نعم، وعلى رئيس الوزراء أن يستبدل بآخر وآخر حتى يتم التصويت. طيب، عليه. بعد تسلم الكتل السياسية أسماء المرشحين سارعت بوضع علامات استفهام حول عدد من الأسماء، بعد أو بماذا تفسر ذلك؟ أسباب عديدة وكثيرة. نحن نعلم بأن البناء الخاطئ، نعم، منذ 2003 لحد الآن بناء المحاصصة، ووصلت ثقافة واضحة بأن الوزارة تصبح بعد اختيار الحكومة تصبح ملكا للحزب وملكا للمكون، فهذا يعتبر مكون هذا، نعم، المكون أو هذا الحزب يعتبر هذه الوزارة هي ملكا له، نعم، فيفعل ما يشاء بالوزارة بالتعيينات وبالعقود وبكل شيء ملكه، نعم، وهناك اتفاق، هذا الاتفاق يعرف بالاتفاق السياسي بأننا أو هذه الكتلة تأخذ هذه الوزارة وتفعل ما تشاء وتتفق مع الكتلة الأخرى التي أخذت الوزارة الأخرى بأنها لا تحترض ولن تقدم الوزير للمساءلة بشرط، نعم، يستخدمون مبدأ أنت أسكت على وزير وأنا أسكت على وزيرك مهما كانت الإخفاقات ومهما كانت السلبيات. نعم. الآن هذه الكتل أنا أعتبر يعتبرون هذه هزيمة وانتكاسة، تسلم وزارة بدون مقابل، والقسم الأكبر والأكثر من الوزراء تم شرائها والآن تعطيها بدون ثمن، فهذه مشكلة. وأنا أقول لرئيس الوزراء أن يتحلى بالشجاعة، نعم،
وأن يمضي بالإصلاحات، وعلى الشعب العراقي أن يقول لرئيس الوزراء أن يتم التحضير إلى كابينة وزارية ليس لل 16 فقط، نعم، أن تكون أعداد كبيرة وكافية في حالة عدم حصول هذا الوزير. طيب أستاذ علي، يعني هناك اعتراضات كثيرة على مشروع دمج عدد من الوزارات في حين يأتي هذا الإجراء لضغط النفقات غير الضرورية، فما الداعي الحقيقي من وراء هذه الادعاءات؟ بالمناسبة هذا الدمج بعض الأحيان يسبب مشكلة إدارية. نعم. مثلا أنا راح أعطيك على سبيل المثال وزارة الموارد المائية، يعني الكثير باتجاه أن تكون هذه الوزارة سيادية. نعم. لأن المياه هي شريان الحياة، فوزارة الموارد المائية يجب أن تكون وزارة لها وجودها، مؤسسة عريقة ومهمة. نعم. فأما يتم دمجها بوزارة مهمة أيضا هي، نعم، وزارة الزراعة، ونحن نعلم والجميع يعلم بأننا وصلنا إلى نتيجة الاعتماد على مصدر النفط هو سبب الكوارث في هذا البلد. نعم. فعلينا أن نتجه للجانب الاقتصادي والجانب الزراعي، ووزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ركن أو ركنان أساسيان في النهوض في الواقع الاقتصادي للبلد. نعم. فأما دمجهن وحدوث إرباك إداري كبير هذا يحدث مشكلة. أما بعض الوزارات فدمجها أصبح واجب وتركها هي فوضى مالية كبيرة. نعم. وبعض الوزارات دمجها يسبب إرباك وزاري وعواقب وخيمة في المستقبل، ونحن متجهين على الاعتماد على الاقتصاد، اقتصاد البلد، وهذا الاقتصاد مبني، نعم، على التنشيط. طيب. الصناعة. طيب. والزراعة. أنا بعن ائتلاف دولة القانون علي البديري، شكرا لانضمامك إلينا.